أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليه سيدي يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ما خاب والله من تمسك بكم أمنا من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم. سعادتي فنفوز والله فوزا عظيما. يا مغرور يا غريب كربلاء ومسلوب لعمامته الموردة. يا مولاي يا أبا عبد الله يا محيي الزوار يا السلام على من غسله بدمه. وجه قلبك اليوم لك والتراب كافور والشيب قطنه ونزج الريح والقنا الخطين عشوق وفي قلب من والى قبر السلام عليك يا أبا عبد الله. اليوم يوم السلام ويوم الزيارة يوم عشرين صفر مولاي. السلام عليك وعلى ولديك العليين الشهيدين. السلام عليك يا مولاي. السلام عليك وعلى حامل لوائك أبي الفضل العباس. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وعلى ختب رحلك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. عندنا سلام خاص هذا اليوم. السلام على من زارت أخاه في يوم عشرين. يلا يلا يا أهل الكورة يا حبيبي. جارنا جارنا الآن اسمعنا. قوم جدد الحوض يا موالي. يلا قوم قوم جدد الحياة بالعشرين من صبرين ففيه ردت رؤوس لعل الكفر. واجعل لهم زينة يا زائري بقعة الأسواق. يا زائري بقعة أطفالها تبحر فيها خذوا تربها كحلا من البصر ولهفتاه ولهفتاه لبنات الطهر يوم رمى إلى مصائب
قد لاقون والحفر والسوى يا السيد قال رمينا بالنفس من فوق النياق على تلك القبور بصوت هائل وتلك تصرخ ويتمى الصغر فلو ترى ام كرثوم المناشدة وهي تلثم ترب القاف كالعبر لا تخرجوا اسهما في جسمي نفخا خوفا يفور دما يطفو على البشر بعد مولاتي شنو عندك يا لفرشو على قبر ايمان وصاحبه رشو صاحبه معطشا بل الوحشا بالقبر جينا حرمي الحوت فرجي عالولينا ينهب مع العباس ويردنا المدينة ما قصر بن زياد وش ما فعل فينا بالسوق وقفنا واهل كوفة معيدين بلا وضعنا الحرم طب كربلا وما جت الاكواب والزلزلة الطفوف من ضجة النسوة وظلت تنادي وتنتحب كعبة الاحزان ويا يجيد الطفوف وهاجة وكل حرة خرت على قبر ابنها تصيح وزينب على قبر الشهيد تقوم وتصيح وتصيح يا دهران غدرنا وخانبي ويلي قبر الشهيد بانت على الواقع
خرجت من كل فج متوجهة إلى كربلاء الحسين. سير على الأقدام عاطين الخدين باكين العين منادين لبيك يا حسين. خرجوا ولم يبالوا بخطر ولا عدو، لأن نفوسهم متعلقة بذلك الطريق، نفوس متعلقة بتلك البقعة الطاهرة، متعلقة في كربلاء. واليوم الإمام صاحب العصر والزمان واقف معهم يقول: لأبكين عليك بدل الدموع دمع. ولذلك لما ترجع مولاي لقد خص الله عز وجل الإمام الحسين بخصائص ما خصها لأحد من خيره. شنو هالخصائص؟ جعل استجابة الدعاء تحت قبته والشفاء في تربته. كل تراب يحرم أكله إلا تربة قبر الحسين، فإنها دواء لكل داء. وبأن السجود على التربة الحسينية مولاي، مجرد أن يضع الإنسان جبهة على التربة الحسينية بهذا الوضوع يخرق الحجب السبع، ليس بينه وبين الله إلا دعوة المستجابة. مع استجابة الدعاء تحت تلك القبة لازم أعرج إلى كربلاء وأروح أدعو. كل سقف أو كل قبة هي معنونة بعنوان الإمام صلوات الله وسلامه عليه، هي محط لاستجابة الدعاء وغفران الذنوب. وبعد شنو الخاصية مولاي اللي خص الله بها الإمام؟ أن كربلاء تتسع للجوار، تتسع لزواره. احنا نروح للحاج نقول 5 ملايين، نقول الضغط شوف الملايين، 20 مليون زحفوا حول ذلك القبر يطوفون حول ذلك الضريح ويسقون تلك الدرمة بمدمع العين، لأن صاحبها مات عطشانا، ويسعون بين حرمين كما يسعون بين الصفاء والمروة. اجتمعت الوفود لتجدد الولاء والبيعة لأبي عبد الله الحسين في هذا اليوم من مسلمين سنة وشيعة وغير المسلمين. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على القريب حرام. نشوف ناس مقطعة الأرجل تأتي زحفا لأبي عبد الله الحسين. كبار السن أعمارهم تعدت 70 سنة، أتت ماشية إلى أبي عبد الله الحسين. ولذلك لما شنو بعد من هالخواص؟ بأن الإمام قد سلب من المؤمنين أنفسهم وقلوبهم. أنا أدربك مولاي، ربما يكون البدن معي لكن الروح متوجهة إلى كربلاء. الروح مع زوار أبي عبد الله الحسين الذين يطوفون حول ذلك الحرم منادين السلام عليك يا أبا عبد الله. من الخاصية أشهد أنك تسمع الكلام وترده. السلام
ولذلك لما يقف الشيعة الموالين على ذلك الضريح منادين السلام عليك يا أبا عبد الله، في نداء يأتي من الضريح وعليكم السلام يا محبي وزواري. لكن بعد الإمام عند خطاب آخر إلى الشيعة قل شيعتي مهما شربت عذب ما إن تذكروني فأنا الصدق الذي من غير جهد. لذلك لاحظ المتوكل وغير المتوكل حاولوا أن يمنعوا الزوار. النبي يقول لعن الله قاطع السير، لعن الله قاطع السير. رسول الله كل من يقطع سدرة حل عليه اللعنة. كانت هناك سدرة عظيمة تظلل على قبر الحسين لزواره، أمر هارون الرشيد بقطعها فقطعت تلك السدرة. متوكل العباسي أمر بهدم قبر الإمام الحسين فأتى بعشرين من النياق وهدم ذلك القبر، وما زالت الشيعة في وفود تأتي لزيارته. قالوا لي يا متوكل ما زالت الشيعة تزور؟ قال كل شيء يريد يزور الحسين يدفع 100 دينار ذهب. باعت الشيعة الغالي والنفيس وأتت إلى زيارة أبي عبد الله. حتى واحد من الموالين لما أراد أن يزور ما عنده بعد شيء يبيعه، حمل ولده إلى سوق العبيد لكي يبيع ولده ويذهب إلى زيارة أبي عبد الله. قالوا ملئت الدو ملئت الخزينة. قال كل من يزور الحسين تقطع يده. قطعت كفوف على بابك أبا عبد الله، قطعت كفوف جواحد على فرس يقوده عبد بظلام الليل. قالوا لي وين رايح جنود المتوكل وين رايح؟ قال أتيت لزيارة المولى أبي عبد الله. قال لي تعرف الشروط؟ قال أعرفها. قال مد يدك لكي تقطع. مد يده اليمنى وإذا هي مفتوحة. قال إذا مد الشمال، مدها وإذا هي مفتوحة. قالوا لي مد رجلك اليمنى، مدها وإذا هي مفتوحة. مد رجلك الشمال، مدها وهي مفتوحة. يقول لي حيرتنا في أمري. قال خلوني أزور أبو علي وإذا خرج أقطعوا رأسي وافصلوه عنه. قلوب متعلقة بالزيارة. جاءوا للمتوكل، قطعنا منهم الأعضاء والأطراف وما زالوا يأتون للزيارة. قال كل 10 يموت منهم. يجي الشيعي يدخلون إلى الزيارة وإذا خرجوا من منكم الذي يقدم نفسه؟ راح أموت. كل واحد من الشيعة يرفع يده يقول أنا فداء لزوار أبي عبد الله الحسين، أنا فداء للزوار. قالوا لي ما زالت الزوار تأتي، كل من يزور يقتل. وقعت أجساد على عتبتك مولاي للزيارة. جاءوا للمتوكل، قالوا لي يا متوكل بعد قتلنا الشيعة أبدناهم ما زالوا يأتون لزيارة الحسين. جاء واحد قال لي أنا أجعلك ترتاح من الحسين وأمحيه من الوجود. قال ليش لون؟ قال افتح نهر من الفرات الى قبر الحسين ومن قبر الحسين الى الفرات وخل سد بين النهرين. ليش؟ قال فلما ترفع السيل ياتي الماء كالسيل الجارف فيجرف قبر الحسين بجسده ويختفي امر الحسين من الوجود. امر المتوكل بالعمل صباحا ومساء، امر بالعمل صباحا ومساء. ولما فرغوا كلهم من العمل اجى المتوكل وصاح بالناس انظروا كيف يلمحي ذكر الحسين من الوجود. شوف شلون يلمحي، وجب حشمه وجلاوزته وزراءه. فاعطى الاشاره فرفع ذلك السد فاتى الماء كالسيل الجارف لا يبقي ولا يدا. لكن لما وصل صوب كبر ابو علي اخذ الماء يدور حول ذلك. الله يا ابو علي وانت تعالج المنيه تقول وحق جدي رسول الله انا عطشان ما وصل الماء الى قلبك، حتى في قبرك ما وصل الماء اليك. اخذ الماء يدور حول ذلك القبر واخذ القبر يرتفع شيء فشيء حتى وقف على هذا الارتفاع الموجود عليه، فعرف بالمكان الذي حار ودار فيه الماء بالحائر
الحسيني. وبعد ستة أيام قتل المتوكل شرق. قتل المتوكل العباسي شرقت على يدولته. ولذلك حتى صدام منع ما منع. شوف الآن الوفود ملايين تسير على أقدامها، أسود وأبيض وسيد وعبد وغيرهم كلهم جايين سعف إلى كربلاء المقدسة. هذه ما جت الأمر اعتبار. أما أخبر النبي صلى الله عليه وفاطمة بما يجري على ولدها الحسين، قالت متى يا أبي؟ قال يا فاطمة يحز رأسه من الوريد إلى الوريد، تكسر أضلاعه فتحا بحوافر الخير. بكت فاطمة، قالت متى يا أبتا؟ قال في زمان يخلو مني ومنك ومن أبي ومن أخي. قالت يا نور عيني من يبكي عليه؟ من ينصب له الماتان؟ من يقوم بالنياحة؟ قال لا يا تخافي يا فاطمة، يخلق الله له شيعة يبكونه ويندبونه مو سنة ولا سنتين إلى يوم القيامة يا زهرة. قل يا فاطمة أنا راح أقف إليهم شفيعا في المحشر، وإنت يا علي أنا أسقيهم من الحوض. قلتيني أم حسين، قالت أنا لا أدخل الجنة حتى يدخلوا. أبو محمد مولاي الحسن قال أنا أجوز بهم على الصراط. وأبو علي الشفاعة يا أبو علي، أبو علي وانت قال أنا من زارني، أنا من زارني زرته ولو في النار أخرجته. ولذلك مو من الآن، من 1400 سنة النبي قد وصفك بالمؤمن. من 1400 سنة النبي جعل إليك مكانة. قال إن لقتل ولدي الحسين في قلوب المؤمنين حرارة لن تبرد أبدا، ما ذكر عند مؤمن إلا وبكى. إمام يقول أنا قتيل العبرة والعبرة. واليوم يوم سيارة، اليوم يوم حسين. اسأل زارة الزهرة اليوم إمام صاحب العصر والزمان. وقف الآن مع الزهرة يقولهم يا شيعتنا بمودتنا الدرب لا تكون مزحومة. ايش مولانا؟ يا شيعتنا بمودتنا الدرب لا تكون مزحومة، ترى لزيارة المظلوم جت أمور مظلومة. شحالها لفت بضلوع متكسرة، لقت بالعين مظلومة، متسند على المسمومة. أبو محمد عظيم حسين بالراحة على الزهرة، ترى مفجوعة يا زوار بالمثلث ولدها انصاب، وهي مصيوبة بالمسمار وبالخيل امتحن صدره وصدرها بعصبة الغدار. وعبد الله مثل محسن على المرض. واليوم اريد ارجع وياك مولاي انا وانت، اريد ارجع وحده. خلت على بوغاء كربلاء بلا غسل ولا تكفين، واليوم راجعه الى اخوها. راجعه تريد تعرف وين قبره. انا وانت مولاي الله يعودك يا حبيبي على مثل هذه الايام. خلنا ندخل الكربلاء مع زينب، كأن جابر بن عبد الله الأنصاري ينتظر زينب وزين العابدين. أقول يا عطية وصلنا إلى كربلاء، قال لي وصلنا يا جابر وصلنا لكربلاء. قال خذني إلى الفرات، ودني إلى الفرات. فدخل إلى الفرات واغتسل وذر على بدنه شيئا من السقف، ثم قال يا عطية خذني إلى القبر. أخذ يمشي على سكينة ووقار. يقول جابر مكفوف البصر أعمى لا يرى. ولما وصلوا إلى القبور يقول عطية العوفي يقول سمعت جابر يقول يا عطية وصلنا إلى القبور. قال بلى وصلنا يا جابر، كيف عرف؟
ولا اشم حديقه الحسين يا عطيه. قال لي يا عطيه خذني الى قبر الحسين. قال لي يا جابر قبور كثيره حبيبي ولا اعلم ايها قبر الحسين. قال فقط المسلم قبور يا عطيه. قل اخذته من قبر الى قبر. قل فلما وصل الى قبر الحسين وضع جابر يده على ذلك القبر شهق شهق وخر مغشيا عليه. ورششنا على وجهه الماء ويا جابر مولاي وياي فافاق صاح ثلاثة الحسين. أشهد إنك مضيت على ما مضى عليه البدريون وأشهد إني ماض على ما مضيت عليه أنت. قال له عطية يا جابر كيف مضينا على ما مضى عليه الحسين ونحن لم نصعد جبلا ولم نهبط واديا ولم نضرب بسيف ولم نطعن بروم. والقوم يا جابر قد فرق بين رؤوسهم وأبدانهم وأحرقت غيامهم وسيبت نساؤهم. قال يا عطية سمعت رسول الله يقول من أحب عمل قوم وشرك في عملهم وإن نيته هذه كلها نيته ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحابه. يقول جابر عطية وإذا بغبرة ثائرة من ناحية الشام. يقول جابر عطية يا جابر هذه غبرة ثائرة كان من اليوم على موعد مع حسين ويا عماته وخواته جايين. قال أخشى عيون لبني أمية. قال لي يا عبد روح إذا كان زين العابدين فأنت حر لوجه الله. راح العبد يركض رجع وهو يضرب بحجر على راسه يقول يا جابر قم واستقبل حرم الله. يا جابر قم واستقبل علي بن الحسين. يقول له أسمع يا عمي صراخ نسوى ضجة اسمع يا عم صراخ نسوى ضجة ايتام معلوم ركب الكربلة راجع من الشام. وقام جابر قام يستقبل ذلك الركوب واذا يشوف احلام سعود من الشمرة ويسمع نداء من ذلك القبر. يلا مولاي وش هالنداء؟ I'm sorry.
الصلاة واستنى حطت المظلومة صدرها بقبر أخوها تنادي أخويا جيت من ذي السبيل ظلت تنادي يا رتام يا نساوي إلو تراب القبر بدخل بنبرة I'm the
تفجع القلب تقول لهم يا زوار البطن عباس قلبه لا تكسرونه يا زوار البطن اسمعني اسمع حبيبي يا زوار البطن عباس قلبه لا تكسرونه ليش مولاي ترى بعد السهم نابت ولا ربت عشر الخيون صوب الحيرة صدر حسين وقامت راحت إلى ذلك الله عيوني خلنا نروح على قبر الكافر وياي ارفع صوتك وقامت وهي ماشية إلى ذلك القبر منادية النور عيني العباس وصلناكم يا ابو فاضل ولا جيتوا تنزلوا هاي الروس جبناها وملكم يا طلبنا راس حسين سمحوني ترى مكسرة الشبيعة الدور يا ويلي ارموا فرج الغيور خرج على القبر يا ويلي ومدامعها تفور صيح دق عاد يا كفيل اللي طلعت بذمتي تطلعوني من خدوري يا اخوتي وذاك الدلع دلعانك المدلع هضم والضيم ورقوب الجبال جيت والله العظيم وحولي من اخواني الطال ما دريت الدهار يضجعني بخويا وعزوته جزيل العابدين بعد لازم زين العابدين اجي يا نور عيني يا حسين ادفن الراس لا اودي لامك الزهره هديه ويا سرور قلب المصطفى ويا نور عينيه راسك ادفن لا اوديه المدينه راسي على جسمي اطرح يا وفي الباس حتى نجي يوم الحشر جثه بلا راس حطها بقبر وروح عني للمدينه وعريج على الزهره وخبطها بمصابي فيكم جنابي قام ذبحوني وداسني شمري ضبابي وحتى ضعيف سهم حرم طرقينا سجاد عندي وصيه يا حبيبي توصلها يا نور عيني الى منو هذه الوصيه للمهدوم قبره شنو هذه الوصيه يا حسين وعن عرس جاسم يا حل خبر المسنون وقل لي الجاسم عرس خليك المظلوم
وعدت على قبر عزيزها، ليلى على قبر الأكبر، رملة على قبر القاسم، زينب وأم كلثوم على قبر الحسين، لكن في وحدة أخذت تلف من مكان إلى مكان تساوي القبر. وين قبر مسلم يا أبي؟ وجت بعد واحدة ثانية تدور على قبر زين العابدين، وين قبر ولدي؟ ما أشوف لما قبره. وين قبر عبد الله يا زين العابدين؟ قال لي يا رباب دفنته على صدر ابيه، لما جيت ادفن الاجساد خرج صوت من منحرى بني رضيع يقول لي علي وسد ربيعي على صدري. تقول لي سجاد رضيع من القبر طنعه، يا سجاد رجعت لعند قبر اخوها كاني بصوت من القبر، اخويا انا اعطيتك امانه ووديعه كامله، رجعت لي ناقصه يا زين الامانه ناقصه يا اخي يا اختي يا زينب يا شوفيه يا اللي Keep going.
مثوبة يا أبا عبد الله، لكن مع عيني لأجلك باكي تبتل منكم كربلاء بدم، ولا تبتل مني بالدموع. تقبل عزاءنا.